يسعد صباحك سمر. يسعد صباحك سالي. صباح الخير لك وصباح الخير لكل مشاهدينا اللي انضموا لنا برحلتنا الصباحيه لليوم. اكيد بدنا نتشكر مطعم بيرلنت على استضافته لنا خلال مشوارنا الصباحي معكم مشاهدينا. مثل ما نحن متعودين فقرات عديده ومتنوعه اكيد بتهمنا وبتهمكم ومعلومات مفيده اكيد. بدي جدد التحيه على سمر. صباح الخير سمر. صباح الخير سالي عن جديد، كيفك اليوم؟ تمام الحمد لله. هيك اليوم طالعين بالابيض، اليوم عجقه كثير وبس يعني كمان اليوم بتمنى هيك يحمل الخير لكل حدا عم يتابعنا. يسعد صباح كل مين عم يتابعنا، نهار جديد اكيد بتمنى يحمل معه كل الخير والسعاده والطاقه الايجابيه والصحه والسلامه. مثل كل يوم عندنا العديد من الضيوف والفقرات والاخبار المنوعه، ابقوا برفقتنا بحلقه مميزه بعد الفاصل. سمر بدنا نبدا صباحنا لليوم مع مجموعه من الاخبار المنوعه. اخبارنا المنوعه بنبداها اليوم من القاتل الصامت وهو انقطاع التنفس اثناء النوم، حيث اكتشف علماء المعهد الاسترالي لدراسات القلب بأن انقطاع التنفس اثناء النوم له تأثير سلبي على القلب والأوعية الدموية. فهو يرفع مستوى الأدرينالين الذي بدوره يرفع مستوى ضغط الدم وبالتالي يزيد من خطورة الإصابة بالنوبات القلبية ومرض نقص تروية القلب والرجفان الأذيني وقصور القلب والجلطة الدماغية. وانقطاع التنفس أثناء النوم هو شكل منفصل يتميز بتوقف تهوية الرئتين لمدة تزيد عن 10 ثواني وعادة تستمر من 20 إلى 30 ثانية وفي الحالات الشديدة تصل إلى 3 دقائق، وهذا يعادل 60% من إجمالي فترة النوم الليلي. إلى اليونان، حيث شهدت جزيرة ليسبوس اليونانية اكتشافا نادرا، حيث عثر علماء الآثار في الغابة المتحجرة على شجرة عمرها نحو 20 مليون سنة. ويذكر أن غابة ليسبوس المتحجرة التي تحميها منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة اليونسكو هي نتيجة ثوران بركاني غطى نظامها الإيكيولوجي في الحمم البركانية. وختام أخبارنا من كينيا، ومع مخترعان تمكنا من تطوير ذراع اصطناعية من الخشب تعتمد على إشارات المخ وتعمل وفق رغبة الشخص كما نتابع.
محطتنا الأولى يا سالي بعالم الطفولة، رح نستعرض مجموعة من التقنيات يلي بتندرج تحت عنوان صعوبات التعلم، ونتعرف على عملية التشخيص والاختبارات ودورها في العلاج، وكيف تتم عملية التقييم مع الاستشارية التربوية والنفسية ميسام حسري. يسعد صباحك وأهلا وسهلا فيك. يسعد صباحكم. يسعد صباحك ميسام. دائما لنا وقفات لهالمواضيع الحساسه والمهمه يلي بتلامس حياتنا وحياه كثير من الامهات والاهالي. يعني بدايه خلينا نحكي عن موضوع التشخيص. يعني دائما الام احيانا بتعرفي ما رح دغري تستكشف ابنها لبعض يصير بعض حركات معينه، يصير بعض مواقف معينه، ولكن خلينا نحكي عن التشخيص واهميه التشخيص. أكيد نحن بنعرف إنه التشخيص هو أكثر عملية حساسة بالنسبة لأي طفل، سواء كان هو طفل طبيعي أو كان طفل عنده أي نوع من الاضطرابات، لأنه هو اللي بده يسمح لنا نحن نحدد نقطة الضعف ونقطة القوة ونمشي على أساسها. كثير بنسمع إنه بيجينا على المراكز، سواء كان مركز ملائكة الجنة بدمشق أو بيسام بالقامشلي، كثير بيجينا أحيانا تشخيص بتكون ظالمة للطفل وهو بيكون في عنده مشكلة تانية تماما. وكتير بالتالي يعني بيجينا انه لا طفلي عنده مشكلة نطق وبيطلع في عنده مشكلة اضطراب او تواصل. صحيح. فنحن كتير بدنا نكون دقيقين. عملية التشخيص هي من اكثر العمليات الحساسة. عملية التشخيص ما بصير تكون عملية، اغلب الاشخاص اللي عم يعملوا تشخيص عم يعملوه عن طريق ثواني او دقائق بفوت عند الاستشاري. بتكفي ميسم؟ اكيد لا. اكيد لا. التشخيص الحقيقي او خلينا نقول التشخيص الصحيح اللي ممكن يكون هو عباره عن 3 ايام، اقل شيء من 3 ايام لاسبوع بتم مراقبه الطفل، لانه من الطبيعي حتى نحن الكبار لما نفوت على مكان غريب ممكن يطلع عنا سلوك غريب، يمكن ما نكون مثلا مرتاحين للمكان، ممكن نكون عم نستكشف المكان، ممكن طاقه المكان ما تكون مناسبتنا، فكتير لازم نعطيه وقته لحتى يكتشف هذا المكان، يحاول نكون قريبين منه اكثر، نكسر الجليد بيننا وبينه ليطلع السلوك الصحيح، ومن وقتها بيصير في عمليه تشخيص صحيحه. خلينا نحكي ميسم على ادوات تشخيص صعوبه التعلم، شو هي المراحل اللي بتمشوا فيها لحد ما يعني تكونوا متاكدين انه هذا الطفل عم بيعاني من هي المشكله على الاكيد يعني؟ تماما. كثير عندنا نحن بنعرف مثل ما التوحد هو عباره عن كثير انواع، ايضا نحن عندنا صعوبات تعلم في عندنا كثير انواع. كثير احيانا بيقولوا لنا شو الفرق؟ يعني نحن شو بيفرق؟ هو صعوبه التعلم، لان كثير بيفرق. صعوبه التعلم النمائيه هي بتحتاج على طول نظام غذائي، يعني بتحتاج انه نحن نعدل بين منطقة بروكا اللي هي مسؤولة عن استقبال المعلومات ومنطقة فرينكي اللي هي بدها تخرجهم. ايه بتكون التأخير هو نفس التأخير بالمعالجة، ولكن هون بيكون في عنا نحن سيالات عصبية او خلينا نقول خلايا عصبية نوعا ما نايمة، فبدنا نحاول نفيقها. تماما مثل احيانا نحن وقت بنقول انه نحن اخذنا كمية كافيين كثير كبيرة فجينا مصحصحين، بدينا نهارنا بنشاط، بدينا بطاقة حلوة. نفس الشيء بالنسبة لصعوبات التعلم، هن بحاجة لهي الطاقة أو لهذا المكون الغذائي ليعطي الطاقة أكبر. أما صعوبات التعلم الأكاديمية بيكون في عندهم مشكلة بمعالجة، إما بتكون بالحساب أو بالقراءة أو إلى آخره. نعم. حب نوه هون للشيء أنه لا يعالج طفل صعوبات التعلم اللي من نوع نمائي بنفس الطريقة التي يعالج فيها أو بنفس الخطط اللي يعالج فيها طفل صعوبات التعلم الأكاديمي، خطط مختلفة تماما. لأنه لاحظت بآخر فترة فوت على أي مركز بلاحظ أنه الخطط العلاجية لأطفال التوحد أو لأطفال صعوبات التعلم هي كلها بتشبه بعضها بالتدرج. هو حتى كل نوع توحد عنا بيحتاج خطة علاجية مختلفة عن الخطة العلاجية، بتكون فردية تماما. نعم. يعني ميسم يمكن حكيتي نقاط مهمة ونوهتي عليها، دائما التفاصيل هي بتلعب دور بأي قصة، يمكن أحيانا ما بينتبهوا الأهالي للتفاصيل، ولكن هدول التفاصيل هي ممكن تساعدهم ببداية التشخيص. يعني دائما بيقولوا علاج أي شيء ببدايته أحسن ما يكون متطور. خلينا نحكي عن التدريب، يعني نحن شخصنا الموضوع وبلشنا نحن بالتدريب والعلاج، وشو بيفرق التدريب عن العلاج؟ كثير بصير التباس بهذا الموضوع تحديدا انه هذا مركز تدريب بينما هذا مركز علاج. صح. يختلف التدريب عن العلاج تماما. لما بنكون نحن عم نعالج
موضوع معين او بنكون عم نعالج اضطراب معين، فنحن معناها نحن بدنا نتدخل فيه بيولوجيا وفيزيولوجيا، يعني من الناحيه الجسديه اللي هو هرمونات الجسم، استقبال الخلايا العصبيه، وبدنا ايضا نشتغل على الشيء التدريبي. فالعلاج عندنا شقين، العلاج اللي بيكون هو فيزيولوجي بيولوجي، والحالات اللي ممكن تحتاج فقط تدريب. كثير بيقولوا لنا انه حتى بمشاكل النطق والتخاطب انه طيب ايمتى بنحتاج تدريب وايمتى بنحتاج؟ على طول نحن بنقول في عندنا مشاكل اوليه اللي ممكن تحتاج عمليات جراحيه مثل شق شراع الحنك، مثل شفه الارنب، مثل هي المشاكل، انا ما فيني اعمل تدخل او ما فيني اعمل تدريب اذا ما كنت تماما متبعه عمليه جراحيه تاهلني اني اشتغل. فنحن هون صار مختلف عنا الموضوع. ايضا بصعوبات التعلم نفس الشيء، انا وقت بدي فوت على عمليه تدريب بدي يكون بالاول عاطيه فائده بيولوجيه تساعد هذا الجسم او تساعد هذا المثير على الامتصاص. نعم تمام. هي المشكله اللي نحن بنوقع تحتها. العلاج برجع بوضح، العلاج نحن بنكون متدخلين فيه بنظام غذائي زائد مهارات تدريبيه. اما لما بنكون نحن عم نشتغل فقط تدريب فنحن بنشتغله للمشاكل اللي بتكون هي فقط عنا نقاط ضعف بهي المشاكل، بينما ما بتكون اضطرابات تواصل. اكيد ميسم، خلينا نحكي عن الانشطه اللي بتساعد الام بالمنزل تتواصل مع طفلها اكيد بالطريقه الصح، شو برايك؟ هلا انا على طول بقول انه نحن عاطفنا احيانا بتغلبنا، نحن الامهات على طول عاطفنا بتغلبنا. بنحاول على طول نكون هذا الشخص الحامي، بنحاول نكون هذا القفص الذهبي اللي بنحمل فيه اطفال، بنحمي فيه اطفالنا، بس لا، الطفل من حقه يطلع ومن حقه يكتشف، من حقه يوقع. يعني كثير مثلا انه بمجرد وقع الطفل لا ما بيصير. نحن حاولنا بهي السنه ان شاء الله كل عام وانتم بخير 2021 نعمل شيء مختلف بجميع افرع مراكزنا. شكر كثير كبير لإدارة مركز ملائكة الجنة الأنسة ريم عواد تمارا عماد، وشكر كبير لإدارتنا البعيدة الأنسة دعاء عماد، وشكر لإدارة أيضا مراكز القامشلي اللي هو الأستاذ ماهر الجلعو، له كل الشكر. حاولنا نوحد النشاط بأنه يكون هو نشاط دمج، يعني نحن الشيء اللي محرومين منه أطفالنا اللي هن الأطفال الطبيعيين ممكن ياخذوه بكل سهوله، اللي هو انه بابا نويل يجي لعنا على البيت. تمام. فنحن حاولنا كل شهر عيد الميلاد نقول لهم مين هو بابا نويل حتى ما يخافوا منه او يستهجنوا. صحيح. فلقينا حالنا لما فتلنا بشوارع الشام ورحنا على بيت الاطفال بيت بيت وكنا عم ندق الباب، فعلا فوجئنا انه كانت العمليه هي عيديه للاطفال، بنفس الوقت كنا عم نشخص كيف ممكن يكون سلوك الام او رده فعلهم. صحيح. يعني كان في عنا هدف مباشر مثل ما بقولوا وهدف غير مباشر. الهدف الغير مباشر انه انا بدي اشوف هي الام قديش قادره انه تعطي الحريه لطفله انه يكتشف الاشياء الغريبه. نعم. فكان الاغلب من الامهات هو حاضن طفله بهي الطريقه انه لا تخاف لا تخاف، اوكي اعطيه الشعور والطاقه الحلوه بانه انت ماني خايفه حتى يمتص الطفل، فهذا اكثر السلوكيات اللي انا بعتبر انه لازم بعد عنها خوف الام. تماما. يعني ميسم يمكن نقطة كتير مهمة ذكرتيها هي مراقبة سلوك الأم مع طفلة أيضا بالبيت، يعني نحن من خلال هالأنشطة قديش لازم أيضا أنه نساعد الأم بتحفيز أو بالتواصل مع ابنها مثلا، مثل ما قلتي ما في داعي تحضنه تتركه هو على راحته يعبر، إذا خاف لحاله هو بيركض لعنده على فكرة بدون ما أنه هي تحضنه، فقديش مهم أيضا أنه نحن الأم نساعدها بطريقة التواصل، يعني بيكون ما عندها خبرة أو ما أحيانا قد ما كان ما رح تعرف مثل حدا اختصاصي. تماما. نحن لهذا السبب عملنا بكل مراكزنا شيء اسمه جلسات فردية للأم والطفل، يعني بهي الجلسة بيقوم الطفل بجلسة موجود فيها أمه. أولا هو بيكسر جليد، لأن نحن أغلب الأطفال بيستجيبوا للمدربات وما بيستجيبوا للأمهات في البيت، وعطول أنا بقول أنا ما بيهمني الطفل يكون ملاك عنا بالمركز ما تقدر أمه تتواصل معه، فعملنا هي الأنشطة مشان هذا السبب. تعمدنا فيها أيضا مراقبة سلوك الأم بشكل غير مباشر، لأنه الأم قدامنا ممكن أنا كأم يعني ممكن كتير أدرس تصرفاتي حس حالي مراقبة، أما لما بيكون عندنا هذا النشاط نحن فجأة بندق باب البيت
فجأة بدنا نجي نزورك، فجأة بدنا نشوف كيف ابنك عم تاخذيه من الاوتوكار. يمكن تكون الطريقة أسهل بالنسبة لنا لأن احنا عم نقيم السلوك الحقيقي لإلها. نعم. طبعا الهدف الأساسي من هذا الشيء إنه أنا ساعدة. تمام. يعني لأنه ممكن حتى الأم اتجاه الأم تكون خبرتها بمكان معين تلفت انتباه، يعني أنا مثلا ممكن أقول إنه أنا جربت مع ابني كذا طلع بينفع أكثر من كذا، ممكن تفيده أكثر من مدربة تبعيت ابنه، لأنه أحيانا الخبرة أو الحياة العملية اللي بتكون أهم بكثير. لهيك محضرين حاليا لورشة تكون هي ورشة عمل لجميع الأمهات، رح تكون عامة طبعا رح ندعي عليها الكل، تكون ورشة عمل للتوحد، ورشة عمل للصعوبات، ورشة عمل للنطق والتخاطب. ميسم مثل ما حكيتي بتراقبوا سلوك الأمهات، طيب السلوك اللي ما عجبكم ميسم كيف أنتم ممكن تتصرفوا مع الأم ومع الطفل؟ كيف ممكن أنتم مثلا تنصحوها ولا مرة تانية حتشوفوها ولا شو طريقة تعاملكم مع الطفل؟ خلينا نحكي، كثير بنسمع من أسباب صعوبات التعلم سوء التغذية، يعني اللي عنده نقص باليود، اللي عنده نقص بالزنك أو حتى بالمي كمان بيصير عنده صعوبات تعلم. خلينا نحكي عن سوء التغذية وكيف تتعاملوا مع الأم اللي ما عرفت تتصرف مع ابنها بالطريقة الصح. تماما، أنا كثير بنوه على شغلة إنه بيقولوا لنا شو علاقة الفيتامينات اللي بتاخذها الأم بالاضطراب اللي بتصير عند الطفل، وحاكينا قبل كثير بهذا الموضوع. نحن في عنا شيء اسمه معادن ثقيلة بالجسم، هاي المعادن الثقيلة كثير ممكن تتأثر فيها المرأة الحامل. يعني نحن بنلاحظ إنه بتروح امرأة حامل عند الدكتورة بتعطيها سين من الأسئلة مثلا، وأوكي بتعطيها شوية أدوية اللي هي عبارة عن فيتامينات أو بتكون مكملات غذائية. هذا الشيء جدا خطير، لازم يكون مدروس قديش الأم عندها حديد بالجسم، قديش الزنك عندها مرتفع، قديش كلسة، لأنه نحن إذا عطيناها معادن ثقيلة أعلى ممكن هذا يعمل نقص أكسجة عند الجنين. نفس الشيء وقت اللي بيكون الطفل خلق، كتير نحن بنلعب على وتر أنه نسحب المعادن الثقيلة من الجسم وقت اللي بده يكون في عنا عمليات خلينا نقول اكتساب، لأنه المعادن الثقيلة كتير خلينا نقول بتثبت العملية. نعم. العصبية أو بتثبت عملية الاجتهاد العصبي اللي بتصير، فبنشتغل عليه عن طريق نظام غذائي. بيقولوا لك إنه الدكتور عطاني مثلا ديباكين، الديباكين هو عبارة عن مهدئ. نعم. مثل حبة البروفين تماما لما بتاخديها إذا درسك عم يوجعك، هو سكن الوجع ولكن هو ما عالجه. ولكن النظام الغذائي ممكن يعالج الشيء اللي نحن عم نشتغل عليه. نعم. وما فقط يوقفه. ميسم يعني تفاصيل كتير مهمة اليوم سلطنا الضوء عليها، ودائما أنت ضيفتنا الدائمة وحيكون لنا وقفات تانية بتفاصيل تانية. شكرا كتير لوجودك معنا ميسم، موفقين يعني بكل خطوة بتعملوها، وأهلا وسهلا فيك. شكرا كتير لكم، وإن شاء الله هيك بتضل أيامكم فرح وسعادة وتوفيق. شكرا لك ميسم، أكيد بنشوفك بحلقات قادمة ونتمنى لك كل التوفيق. شكرا. أما هلأ سمر رح نروح لعريف حما مع مشاهدينا ومساحتنا مع الفن، وحكاية السيدة لميس حبابة التي وجدت في الخرز مساحة تعبيرية لصناعة وتجسيد مختلف الأشكال الفنية. تفاصيل أوفى مع محي الدين فهد. أنا ما سمعت أنا. بين هذه الألوان والأشكال المتعددة لحبات الخرز، وجدت السيدة لميس مساحتها الخاصة لصناعة مختلف الأشكال من عقود وأساور وتصاميم فنية. يعتبر الخرز من المهن القديمة التقليدية التراثية، تعبر عن فن وأصالة الزمن الماضي. أحببت أنا أنه أقوم بهذه الأعمال اليدوية من مادة الخرز بالذات لإحياء التراث، كوني أنا يعني من محبين التراث والأعمال اليدوية والفنية. حرفة الأشغال اليدوية بالخرز تعتبر من المهن التقليدية الشعبية التي لا زالت تستقطب الأيدي العاملة للسيدات، فتحولت من موهبة إلى عمل يعينهم على كسب رزقهم. هدفي من هذه الأعمال هي تسليط الضوء على تراثنا القديم، التراث الجميل، الماضي الجميل بكل ما فيه من أصالة وعراقة. لمست بأعمالي الفنية فعلا فيها لمسة جميلة من التراث،
لاقت إقبال شديد يعني من حيث زواقين لهذه الأعمال اليدوية. وجدت فيها أيضا أنه ممكن أنه بعض الزوار يقتنوا بعض الأعمال من كهدايا إلى الأصحاب إلى الأصدقاء من سفر من مكان إلى مكان من خلال المعارض التي أقمناها. كان في إقبال شديد على شراء هذه المنتوجات كونها تصلح لهدايا للأصحاب والأقارب. أتمنى أن من كل سيدة أن تكتشف في نفسها الملكة الموجودة لديها وتقوم بمشروعها الخاص بها، ومع المثابرة ومع الطموح ومع استمرارية التعلم أيضا أكيد ستحصل على الغاية المرجوة منها. من خلال أعمال متنوعة بالخرز استطاعت لميس أن تترك بصمة في عالم الأشغال اليدوية التي تظهر من خلالها الفن والإبداع والتميز والتراث. فهذه الأعمال تعتبر رافداً مهماً للحرف التقليدية التي تشكل جزءاً من ثقافة المجتمع. نبقى سالي أكيد بعالم الفن ونتعلم على سحر الشر. المجموعة يلي أطلقتها مصممة الإكسسوارات سمية مارديني، خلونا نتعرف عليها مع بعض. يسعد صباحك سمية. صباح وأهلا وسهلا فيك. صباحكم، كيفكم؟ تمام، كيفك سمية؟ تمام، اشتقنا لك كمان. كمان يعني كنا مع الفن من حما دائما نحن كسوريين رغم الظروف الصعبة اللي نحن عم نعيشها، ولكن منضل مبدعين. أكيد دائما منضل مبدعين. عم نشوف اليوم شغلات جديدة ولكن بطابع شرقي يلي هو بمثلنا نحن الشرق نعتبر، وأي اكسسوار للصبية بتحطه مميز. حتى الأجانب هن بيقولوا إنه شو هالقطعة لفتتني فهي بتكون شرقية. أكيد. احكي لنا شوي. هلا السحر الشرق، أنا يعني بحب كثير القطع الشرقية هيك تسرقني يعني. القطع الشرقية لها طابع خاص، انه انت كيف ما حطيتيها وكيف ما لبستيها وشو ما عملتي فيها حلوة. سحر الشرق او فينا نحكي عن القطع الشرقية هي كتير بتعتمد على الحجار. كل شيء قديم، كل شيء معتق او مثلا قريب من الفضة بس هو اكسسوار. تمام. سمية، بشو بيتميز سحر الشرق؟ ومثل ما هاد هذا الخاتم انت عاملتي وانت مصممتي، خلينا اكيد نحكي عليه، بشو بيتميز انت برايك؟ هلا دائما كخاتم اذا بدنا نحكي عن الشغلات الشرقيه دائما لها حجر كبير، هيك بتلاقي حجم كبير او اخذ لون الازرق يعني. تمام. مثل خواتم هدول. هلا هذا حجر شو اللي هون؟ هلا هو حجر صناعي، انا ما بشتغل صناعي. بالحجر الطبيعي. تمام. حتى يقدر اي حدا يشتري. صحيح. تمام. يعني هلا اذا بدنا نشتغل بحجر طبيعي معناتها في كثير اشخاص ما حتقدر تقتني هيك قطعه، بس بنحاول انه نعطيه طابع يعني طبيعي. هلا بتطلعي بالحجر بتلاقيه انه بيشبه شيء، بيشبه حجر طبيعي. تمام. وحتى بقلبه هي القصص الموجوده فيها. تمام. مثل هيك مثلا هات فيروز، يعني بتلاقيه كثير قريب لحجر الفيروز. صحيح. تمام. بس عندي مثلا هلا عندك اللي الزرق يلي مع الذهبي، هدول فيروز. هدول فيروز. هذا فيروز. تمام. هلا كيف انت جمعتي الفيروز؟ شو خطر لك الفيروز مع الفيروز؟ تمام. يعني عن جد نحن الدمشقيين عنا عشق مع الفيروز، ما بعرف ليش يعني. والعقيق حلو. والعقيق حلو. تمام. هلا شوفي في عنا عقيق. هلا هذا نوع من العقيق، طبعا انا هذا كله صناعي ما له طبيعي. تمام. يعني احنا عم نشتغل على حجر صناعي، رغم هيك شوفي هو كثير بتقدر كل الصبايا تتمكن تشتري القطعة المناسبة لها. هلا هيك كثير بيشبه الحجر العقيق الطبيعي. اي واضح اللون الاصفر هو بمثل حجر العقيق تمام. على فكرة في كثير صبايا بتروح بتشوف شو حجرها وشو اللي بيمثلها او شو برجها او شو على حسب برجها. صحيح. بيقولوا مثلا انا هداك نهار في حدا قال لي حطي عقيق ومسحيه بمية ورد، يعني دول الشغلات دائما الشرق بيحبوهم كمان. وقديمة بتحسيها وهيك بتحسي انه وبتحسينا نحن اخذينها مثلا من ستك او من امك بتسمعي هاي القصص. صحيح. انه حطي حجارك تحت القمر بيشحنها او هيك قصص يعني. تمام. فدائما عندنا هي الفكره عن الشرق خلينا نقول. تمام. هلا نحن حكينا انه اذا بده يجي، اذا اجى حدا اجنبي مثلا لعنا عن جد دغري بيقتني حتى لو ما كانت قطعه اصليه،
تلاقيه بياخذ قطعه شرقيه، يعني بحبوا القطعه الشرقيه مميزه دائما. سمية خلينا نحكي عن هذا التو، خلينا نحكي كمان كيف صممتي وكيف خطرت ببالك الفكره وقديش هلا هو موضه، يعني موضه 2021 برايك؟ هلا هي الموضه هلا هي السنه الفيروز اكثر من الحجر الابيض، بس انا بحب الابيض، يعني هلا الابيض وين ما حطيتيه بيطلع حلو، يعني خاصة انه منضف له الذهبي، يعني عاطي طابع كثير حلو. هلا اذا لبستيه بيطلع على بلوزتك كثير عن جد، يعني بتحسيه انه لبيق، يعني هي قطعة لبيقة صحيح. بتلبق وين ما كان. هلا مثلا عنا هيك قطعة هيك الصغيرة، انا هدول كثير بحبهم، بذكروني هيك بالشغلات القديمة، عن جد حلوين رائعين. انا كثير بحبه هذا المبدا من يعني من الشغل، ودارجه فيه الوان يعني، ودارجه تماما، وبتحسيها انه وين ما لبستيها كمان بتلبق يعني، وهذا كثير حلو. هلا هيك الالوان هي طريقه السنسال كثير بحسها مميزه. هلا هي دارجه كثير هي السنه، هي موضه يعني هلا ما عادت دارجه هي السنه السنسال الساده، دارجه هي السنه السنسال يلي فيه هيك حجار. تمام. هلا سمية خلينا نحكي على اقبال الصبايا، اكثر قطعه مميزه، اكثر قطعه عليها اقبال، شو هي الاطواء، الخواتم، اما اللحلاق، شو في عندك يعني شيء عم تلاقي دائما مطلوب؟ شيء مطلوب دائما الاسواره الزرقاء، ايمت ما نزلتها انا يعني على صفحتي. تمام. بتلاقي دائما عندي لايكات كثير عليها. اي عن جد يعني مميزه، فينا نفكها نحن من فينا نشيلها من مخدتها. انا هي الاسواره يعني اشتغلتها اول شيء لإلي، فقد ما شافوها الصبايا على ايدي وحبوها لهيك رجعت اشتغلت منها. تمام. عن جد هي جدا هلا هي حلوه، بتشبه الفضه كثير، يعني هي قطعه شبيهه الفضه بس هي اكسسوار. تمام. بس حلوه كثير وقطعه مميزه عن جد. خلينا نحكي على هي القطعه كمان. انا هي القطعه كثير بحبها، هي الحجاره واللون المعتق يعني تلاقيها معتقه. كمان هي قطع حلوه بس هي لها الزويقه الخاصه فيها. تمام. هي مو قطعه دائما كل البنات بتحبها يعني. هي مو قطعه كل الوقت يعني، هي كمان هي مو قطعه كل هلا الوقت. في مثلا هون ملاقيه هذا موضه كثير يعني، كل الصبايا عم بيحاولوا يكون عندهم هي القطعه دائما يحطوها بايدهم. هي لكل وقت، هي لكل وقت يعني، وحتى هاي الغريبة أنا هاي كتير بحبها القطعة الغريبة كمان هي لكل وقت. عليها حجر أزرق ولا أخضر؟ أزرق بس فيروزي هيك بتحسيه غامق، زمرد زنجاري يمكن بيقولوا له تقريبا هيك، كتير حلو. هلأ شوفي حتى في عنا دمج بين الألوان مثل هيك تو دمج هاد بين الفضي فيروزي والذهبي. تمام. حلو. هي بدها بنت يناسبها القطعه الكبيره يعني. هلا مثلا ناعمه ما بتحسيها فيها تلبس هذا الطوق، ما هيك سمر؟ اكيد بتحسي انه وحتى هذا الطوق له وقت معين، بده وقت معين يعني ما فيها صبية تلبسه بالصبح. انا بتلبسي ناعم. انا ناعم يعني انا ما بفضل هيك قطع مع انه هي حلوه، بس ما بحب. انعم من هيك، اذا جربتي قطعه انعم من هيك ممكن يعني تطلع معكي حلوه. ممكن هي بدها جرأه على فكره، احيانا بدها القطع جرأه. وحتى يعني هلا هيك اذا لبستي بيلبق لك. تمام. حلو كثير. اي تمام يعني هي قطعه لبيئه للجميع. هلا سمية نحن حكينا على الاسعار، كيف ملاقيه اسعارك بالنسبه لهالوقت؟ كيف الصبايا متقبلين اسعارك ولا كيف الوضع؟ هلا قصه الاسعار انه نحن لسه هيك شوي عم نحاول نغلي تدريجيا، ومو بايدنا الموضوع يعني المواد. نرفع السعر بسبب انه المواد غاليه، يعني هلا كل شيء عم نرجع نشتغله من اول وجديد عم يرتفع عنا، فمشان هيك يعني بتحسينا انه تدريجيا، بس ما زال عندي القطعه يلي بتبلش من 500 ليره. تمام. يعني لحد هلا لهلا يعني تمام. يعني لهلا بيجوا لعندي صبايا انه عندي القطعه بتبلش من 500 ليره. تمام. يعني كثير حلو هذا الحديث، وخاصه لانه صبايا بيحبوا دائما يحطوا اكسسوار، وكيف اذا كان بسعر مقبول. بس هلا نحن لازم نحكي شوي صغيره انه قطعه ال 500 ليره كجوده هي ما نفس قطعه اللي انت بتاخذيها. لا اكيد لا، هي هيدا الشغله يمكن سمار نحن بنعرفها، ولكن احيانا بيقولوا ايه بدنا نلبس احسن من انه ما نلبس. مزبوط. وانا بقول البسيها بال 500 ليره وتهني فيها وخلص يعني. صحيح. يعني بتلبسيها بتشبعي منها بحقها يعني. اكيد. تمام. لقيتي شيء صبيه اجت لعندك سمية، اجت حكتك وقالت لك انا بدي هي القطعه، بدي هيك الالوان، ممكن تصممي لها اي شيء على ذوقها ولا انت بس من القطع الموجوده عندك؟ لا كثير بيجيني صبايا بيقولوا لي انه انا بدي تصميم خاص مثلا، او بدي القطعه هي مثلا،
فانا اذا بقدر ساويها وموجوده غراضه بالسوق وبنقدر نطلعها ايه اوكي بنساويها وساوينا اكثر من قطعه هيك يعني. نعم. على ذوق الصبايا. نعم. يعني سمية يطول الحديث معك وحديثنا كثير حلو خاصه مع هالجمال، ولكن حيكون لنا وقفات ثانيه ان شاء الله هيك بنشوف شغلك متطور واحلى واجمل وباسعار مناسبه ان شاء الله. شكرا لك سمية، اكيد بنتمنى لك كل التوفيق ودائما انت متميزه وقطعك دائما مميزه. شكرا لك. بس هلا انا حابه اذكر انه صفحتي على الفيسبوك، انا ولا مره صدف انه حكينا يعني، بس أكيد. انا صفحتي على الفيسبوك هلا اسمها طوق واسواره ورقم 2 قدامها. تمام. فيا ريت هلا نحن رح نقول لمشاهدينا انه يتابعوا صفحه سمية على الفيسبوك طوق واسواره رقم 2 اكيد، وان شاء الله يا رب هيك بيكون عندك متابعين كثار وزباين. الله يرزقك. تسلمي حبيبتي. اهلا وسهلا. اما هلا سمر رح ننتقل لمحافظه جميله، محافظه السويداء، ومنها مهنة تركيب العطور التي جمعت بين العمل والهواية لدى الشاب حسام نعيم بمحله الصغير. تفاصيل أوفى أكيد مع زميلنا شام حمدة. يمزج الشاب حسام نعيم بكل حب وإتقان ومهارة هذه المقادير والأنواع من العطورات بنسب ومعايير محددة وتركيبات مختلفة لأغراض علاجية معينة، مراعيا في تركيبها ملائمتها لطبيعة وصفات كل شخص على حدة، لا يمل من الساعات الطويلة التي في الدراسة والتجربة والتطبيق. عندي عشق وله للعطور، طورنا العطور، عدنا صياغة العطور لوصلنا لصيغة، عندي شيء 24 صنف حاليا، وفي أكثر يعني في أعمل بعد أكثر، بس الأهوات القدرة المادية. نحن العطور تعبنا على صيغتها كلها، بتشم أي عطر ما بتضيع، فهذه السمة الموجودة فيه لأنه صيغته جديدة ما بتضايق اللي حواليك. ورحلتي بالعطر هي استكشافية لاكتسب خبرة لأنقل معلومات للناس في قسم كبير بيجهله. أثار جانبية ما في أثار جانبية إله طبعا، غير بحالي. مش كل العطور إلى نفس التأثير، طبعا كل عطر له تأثير شكل. نحن بالعطور المعروف يعني بالسوق بالأسواق وكذا، للأسف ممكن واحد يشتغل من باب مادي، فالعطار ما بيشتغل بالباب هذا. أنا عم بشتغل كمهنتي كعطار لأنقل شيء أسعد الناس فيه. إقبال كبير لقته هذه العطور وارتياح من الزبائن الذين ارتادوا محله في وسط السويداء لوصف حالتهم ومرضهم، والذي بدوره يصمم العطر المناسب لكل منهم، مضيفا مع كل محاولة وتجربة أصنافا جديدة من العطورات العلاجية. من السويداء للإخبارية السورية شام حمدان. هلا بفقرتنا الأخيرة يا صالح حنحكي عن الصيام المتقطع، أنت مجربتيه؟ هلا لا على الهواء راح أقول لك ياها أبدا، لا ولا مرة مجربت الصيام المتقطع، أنا مجربته ودائما لقيت نتائج كثير حلوة فيه. خلينا نتعرف أكثر على الصيام المتقطع، أحد أنواع الحميات المتبعة والرائجة، فما هو هذا الرجيم وما أنواعه وأوقات الطعام المسموح فيها ومن هم الأشخاص الذين يتبعونه؟ أسئلة أكيد كثيرة راح تجاوبنا عليها أخصائية التغذية دعاء شعباني. يسعد صباحك دعاء. وأهلا صباحك. أهلا وسهلا فيك. أهلا وسهلا فيك دعاء. بداية خلينا نعرف هلا كل يلي بيهمه هذا الموضوع، شو هو الصيام المتقطع وما آليته؟ هلا الصيام المتقطع هو يعني هو مثل آلية أو ميكانيزم بالجسم، أكثر الموضوع دايت، يعني مو هو إنه أنا صيام متقطع إنه أنا دايت سعرات حرارية ولا دايت كيتو دايت أو أي نوع من الأتكنز أو أي نوع من أنواع الدايت الرائجة. نعم. هو آلية بجسم، نحن بنعملها بجسم لحتى يحرق السعرات الحرارية. لا شو هي هي الآلية؟ يعني نحن بهي من خلال هي الآلية نحن بنحول الجسم يحرق عن طريق نحن نقلل كمية الأنسولين بجسم. كيف نقلل كمية الأنسولين بجسم؟ عن طريق إنه ما ناخذ الأغذية اللي فيها سكريات، ما ناخذ الأغذية اللي فيها النشويات البسيطة أو نشويات تكون عالية، وبالتالي ما يكون في عنا حرمان
تمام، ولازم يكون نعتدل او ندخل بطريقه معتدله. هلا نحن فينا خلال الصيام المتقطع نعمل الكيتو دايت، فينا نعمل ذات السعرات الحراريه، بس هو شو الاليه تبعه؟ هلا انا يوم صوم 12 ساعه، او اول شيء نبلش ب 12 ساعه، 12 او 16 او حتى يوصل ل 20 ساعه من الصيام. احيانا كمان في انواع من الصيام المتقطع احنا نصوم يومين، يعني ما يكون في تناول للطعام نهائيا، كلها مشروبات، كلها مشروبات، او يكون مثلا صيام مثلا يومين بالاسبوع، او مثلا يوم اي يوم لا الى اخره. يعني هي انواعه، اكثر الانواع له. هلا اكثر الناس بيستخدموه نحن نصوم مثلا 16 ساعه ونفطر 8 ساعات. تمام، خلينا نحكي عن يصوم 16 ساعه ويفطر 8 ساعات. طيب خلال ال 8 ساعات اللي بيقدروا ياكلوا فيها ويشربوا فيها، شو هي انواع الطعام المسموحه فيها، ومين هن الاشخاص اللي بيقدروا يصوموا صيام متقطع برايك؟ هلا انواع الطعام المسموحه فيها على حسب الشخص ليش بده يصوم صيام متقطع. هلا موضوع الصيام المتقطع انا مو بس فقط لتنحيف الوزن، هلا في ناس بيصوموا صيام متقطع لحتى يحافظوا على جسمهم، او حتى يحافظوا على صحتهم، او حتى يساعدوا حالهم يشفوا من امراض مثلا اللي عندهم ارتفاع كوليسترول، اللي عندهم مقاومه انسولين النمط الثاني، ما عم بحكي عن النمط الاولاني، كمان كثير بيساعدهم موضوع الصيام المتقطع، لانه هو مثل ما ذكرت بيخفض لنا موضوع الانسولين بالجسم. بدي احكي شوي بطريقه علميه لحتى الاشخاص يعرفوا حالهم يمشوا نظام الصيام المتقطع كيف يمشوا، لحتى ما يصير عندنا في خربطه. لا، في ناس بيقولوا عندي، يقولوا انا مشيت صيام متقطع بس ما نجح معي. ليش؟ لانه نحن عم يكون في عندنا غلط فيه. لا، صيام متقطع وانا ادخل فيه، اول شغله حيصير جسمي يدخل في مرحله الكيتوسز، او اللي هي ننتقل الموضوع مرحله حرق الجلوكوز جسم لمرحله حرق الدهون بالجسم. تمام، لانه نحن عم نقلل مستوى الانسولين بالجسم. ثاني شيء حيصير نحن عندنا حرق بعد ما يصير هيك حصل لنا حرق للدهون، بعدين نحن حندخل مرحله الديتوكس او تنظيف الجسم. شو بيعمل جسم مرحله الصيام؟ لما انا اكون صايمه شو حيصير عندي؟ حيتكسر جميع الخلايا السرطانيه او الخلايا الضاره بالجسم. يعني جسم حيكون صايم 16 ساعه او اكثر، حيلاقي خليه بده يستفاد منها، هي الخليه بده ياخذ منها الفيتامينز، حياخذ منها المينرال، وبالاخير اذا هي ضاره حيكسرها وحيطردها خارج الجسم. يعني هي اهميته الكبيره لموضوع الصيام المتقطع، اكثر من هو حميه غذائيه، هو نمط حياه نحن نمشي عليه، او اليه يستخدمها جسمنا. حتى موضوع الصيام المتقطع شو فوائده للجسم؟ انه هو بيساعد على شفاء من الالتهابات بالجسم. تمام، في عنا حمض بينتج خلال الصيام المتقطع، هو بيستخدم بالأدوية الطبية، يستخدم كمكمل غذائي اسمه بيتا هيدروكسي بيوتيريت. هذا مهم جدا لحتى يخفف لنا موضوع الالتهابات، مشان هيك هو بيزود المناعة، من أحد الوظائف تبعاته بتلاقي مهم موضوع المناعة لمرضى اللي عندهم روماتيزم، اللي عندهم نقص مناعة. حتى الأمراض السرطانية هلا، ولكن ضمن إشراف طبيب وإشراف أخصائي التغذية. يعني ما فيني روح إذا أنا مريض سرطان أو مريض سكري نمط اول حصرا روح انا امشي بهذا الدايت لحالي، لا، لازم روح تحت اشراف الطبيب المختص وتحت اشراف اخصائي تغذيه. صحيح. لحتى ينظم لي، او لحتى انا اقدر اتبعه وامشي عليه 100%. دعاء، يمكن عمليات الايض او الاستقلاب اللي دائما انتم يعني من خلال الحميه دائما بهمكم هذا الموضوع، ومو كل جسم عنده استقلاب الجسم الثاني، في يمكن احيانا اجسام عندها استقلاب عالي ممكن تاخذ نتيجه بالصيام المتقطع اكثر من اجسام. قديش مهم ايضا انه نحن نحط يلي جاي مثلا بده يعمل حميه غذائيه بهيدي الصوره، نحن ندرس حالته السابقه قبل الريجيم، ودائما الفحص الهرموني هو ضروري قبل اي نظام بيقوموا فيه نظام غذائي. هلا هي نقطه ذكرتيها انه في اشخاص بيكون الحرق عنده اكثر من اشخاص ثانيين، وفي اشخاص بيكون عنده مثلا عنده امراض. يعني انا ما فيني اقول لشخص عنده مثلا صبيه عنده كيسات مبيض، او اشخاص مثلا عندهم قصور بالغده الدرقيه، انه انا عندي بطء بنزول الوزن، او ما كثير استفدت على هذا الموضوع. هلا غالبا الاشخاص عم يكون في استفاده. وبدي احكي كمان نقطه مهمه، هلا ما انه عم نحكي على الصيام المتقطع، هلا في دراسات وجدوا انه اذا انا مثلا عملت دايت السعرات الحراريه او دايت الصيام المتقطع خلال هذا الشهر بالاخير تقريبا عم نوصل لنفس النتيجه. بس ليش هالاشخاص كثير عم يحبوا موضوع الصيام المتقطع؟ لانه اول شغله وجباته قليله، يعني هن عباره عن وجبتين او ثلاث وجبات بالنهار، يعني حيكون تحضير الطعام اقل من موضوع السعرات الحراريه، بيكون نحن عندنا اربع او ست وجبات خلال اليوم. للاشخاص اللي ما بيقدروا يضبطوا نفسهم، اللي انا طول ما لي قاعد بدي اكل، انا ما فيني بدون ما ادخل نقرشات، ما فيني بدون ما اكل، خاصه بالشتويه بتعرفوا بموضوع الاكل والليل بيكون طويل، فهو بيضبط النفس اكثر انه خلص انا عندي
فرضا انا بدي بلش اكل الساعه 12 من 12 ل 8 عندي هذا وقت الاكل، وبعدها بده يكون توقف تام عن موضوع الطعام. هلا خلال مرحله الصيام نحن فينا ندخل مشروبات مثلا، او فينا اشرب مي، مسموح لشرب المياه، مسموح نعم. بالمشروبات الساخنه اللي هي الشاي الاخضر، القهوه، النسكافيه البلاك طبعا بدون اضافات ثانيه، مسموح بالمشروبات العشبيه بدون سكر، هي كلياتها نحن فينا نتناولها خلال الصيام. اما اذا انا حدا بيقول لي انا فيني طب اكل تمره بس خلال الصيام متقطع، فيني اكل قطعه مكسرات، هن بيقولوا ضروري تمرقي شيء بتحبيه، يعني الاكل بتحبيه لازم يكون خلال هالثمان ساعات مثلا اللي عم تصوميها، ما بصير تحرمي حالك. شو رايك كمان خلال الساعات المسموح فيها بالافطار؟ ايه تمام. معلش، اما خلال الصيام لا ابدا، لانه نحن خربنا كل عمليه الصيام المتقطع اللي هي نتيجه وصولها الى تخفيف الانسولين بالجسم، وبالتالي الدخول مرحله الكيتوسيس اللي هي حرق الدهون. متى ما انا اخذت اي اكله فيها تمره، ان شاء الله قطعه تمره ولا قطعه جوز ولا اي مكسرات ولا اي قطعه او لقمه صغيره، خلص نحن خربنا هي الميكانيزم. مشان هيك هو شو الاهميه تبعه، مو مثل موضوع السعرات الحراريه، انا اليوم اكلت شوي اكلت زايد فيني اضبط ثاني يوم او ظبط موضوع الاكل تبعي، لا هون لازم يكون في التزام اكثر. موضوع خلال مرحله الصيام ما لازم ناكل نهائيا بس المشروبات اللي ذكرتها، ووقت مرحله الافطار لازم نحن دائما نبلش بشغلات خفيفه، يعني اذا بلشنا الساعه 12 فينا نبلش بوجبه الفطور الاعتيادي اللي هي عباره حسب كمان السعرات الحراريه، عم بذكر هي مو يعني مو كل الاشخاص يعتمدوها تمام. بس عم بحكي بشكل عام انا، يعني فينا ناكل مثلا خبز اسمر مع بيض مع قطعه خضار وتفاح، رد فينا بعدين بعد شي ساعتين ناخذ او ثلاث ساعات ناخذ كاسه حليب، وبعدين الساعه مثلا 7:30 او 8 ناخذ الغداء، على حسب قديش اخصائي التغذيه عم يدارس لنا السعرات الحراريه تبعاتنا. يعني كمان خلينا نحكي عن الاغذيه اللي بتتمتع بالدسم العاليه، هل من مسموح يوم مثلا بعد خلينا نقول صيام متقطع دام لمده شهر حسب ما انت بتحدديه وحسب الشخص اللي انت بتلاقي له يا مناسب، فيه يعمل يوم خلينا نقول استقلاب لكل هذا الموضوع وياكل دسم ولا لا كمان بكميات محدوده؟ قصدك يوم فري او كسر للثبات الوزن؟ بيقدر يعمل، بس دائما هالموضوع اليوم الفري بنقول للاشخاص انه يعني هو مو يوم مفتوح، يعني نحن ناكل كل شيء طعام، يعني انت اذا جاء على بالك اكله اشتهيتيها، جاء على بالك مثلا حلو او مثلا سناك، اي ممكن نحن ندخله، بس ولكن هو مو موضوع انه انا ارجع اكل مثل الاول. وعلى فكره غالبا الاشخاص بيكونوا ماشيين على دايت او صيام متقطع حتصغر معدتهم وما رح يقدروا يطبقوا الصوره اللي هنا ببالهم، انا يوم الفري حاكل كل شيء، حاكل كروسان واكل شوكولا واكل شيء. بس الاشخاص اللي بيطبقوا هذا الشيء بالايام بالساعات اللي بيقدروا ياكلوا فيها وياكلوا كل شيء، هذا يعني بيرجع لهم بشكل سلبي، ممكن أكيد يزيد وزنهم، ويعني بترجع لهم بطريقه بترجع لهم مثل رمضان تمام. يقول الاشخاص انا صمت برمضان بس سمنت ليش؟ لانه بس انا برمضان برمضان صمت وكمان عملت صيام المتقطع كمان واكلت، يعني كنت وقت الفطور اكل شو ما بدي، اما المساء لا خلص يعني بصير على المشروبات، واذا بدي حصران خضره يعني على السحور هيك. بس انحفت تقريبا شي 6 كيلو بشهر رمضان المبارك. حتى اذا بدك تمام. هو آلية نحن نقدر نسمن فيها، يعني تمام. هو آلية تنظيف الجسم، هو آلية لتزويد موضوع قتل الخلايا السرطانية. أنا فيني ألعب بالصيام المتقطع مثل ما بدي، أنا فيني سمن، فيني نحف، فيني عالج أمراض، خفض كوليسترول، خفض مستوى سكر الدم، بحسب المريض أو الشخص اللي جاي لعندي شو بدي أشوف شو هدفك أنت، بدك تنحف وزنك، بدك تعمل ديتوكس لجسمك، عندك سكر، عندك كوليسترول، عندك شحوم ثلاثية سبب الغذاء، حسب الهدف تبعك، بدك تسمن كمان أنا فيني سمن، لأنه خلال 8 ساعات حسب النظام الغذائي أنا بدي أحطه بهالثمان ساعات فيني وصل الشخص الهدف اللي نحن حاطينه او الهدف اللي لازم نوصل له. تمام. يمكن من خلال حديثك نوهتي انه في بعض الاشخاص مثل اللي عندهم سكري اللي عندهم شغلات ثانيه ما كثير بتفضلي لهم الصيام المتقطع. سكري نمط اول. نمط اول. تمام. مين هن الاشخاص خلينا نقول يلي انت بتستبعديهم كلهم من الصيام المتقطع؟ الاشخاص اللي عندهم سكري نمط اول، المرضعات والحوامل، هذول كلياتهم لازم يكونوا تحت اشراف طبيب، لانه في حوامل او الاشخاص بيستخدموا ادويه دائما لازم نحن نضل عم ناخذها او مترافقه مع طعام، يعني 100%. لانه السكري نمط واحد لازم ياخذ دائما ابر انسولين او بتكون بشكل متكرر، هي نحن بنستبعده من الصيام المتقطع. الحوامل والمرضعات نفس الشيء حسب حالتها الصحيه، ممكن الحوامل بيقدروا يصوموا مثل رمضان مثلا، في حوامل ممكن يقدروا يعملوه اذا طبعا تحت اشراف طبيب او ما عندهم حالات صحيه، لذلك هدول الفئات الثلاثه لازم حصرا تكون تحت اشراف الطبيب واخصائي التغذيه، ما نتبعه لحالنا او من بالنا، ومثل ما قلت ما نعمل اغلاط بسيطه بالصيام المتقطع. انا ممكن تنعكس سلبا علينا، خلينا بس 16 ساعه وخلص
8 ساعات بدي اكل بدي اكيد هذا الشيء غلط. بس بالختام بدنا معلومه على الاشخاص اللي بيعملوا حميه غذائيه اللي بيتبعوا نظام غذائي او حتى عملوا صيام متقطع بس وزنهم ثابت ما عم بينحف، هذا شو السر يعني بهذا الموضوع؟ خلينا نحكي عليه ونختم معك. هلا هون بدي اشوف شو الاخطاء اللي عم يتبعها الشخص. تمام. هلا احد الاخطاء انه انا اكل اللي بدي اياه خلال فتره الصيام المتقطع، احد ممكن لا الشخص ملتزم وماشي دايت وحميه والى اخره ما عم ينزل، ممكن صبيه يكون عندها كيسات على المبيض ما لم ينتبهها، وممكن احنا يكون عندنا قصور غده درقيه، او بيكون عندنا جسم تعود على هذا النمط، او جسم ما عنده نشاط زايد او ممكن زود الحركه، او حتى اشخاص تلاقيهم كمان في عندهم حركه كثيره وما وثبت وزنه طبعا بعد المراحل الاخيره. وبس اذكر نقطه مهمه، موضوع ثبات الوزن، نحن دائما لو نمشي دايت ما نعمل هدف كبير انا بدي انزل 10 كيلو بهذا الشهر، الجسم حيصير عندنا مرحله ثبات وهذا الشيء اصلا مستحيل وحيكون غلط، لانه حينزل نحن غالبا عندنا دهون وكتله عضليه اللي حتنزل منها، هذا الشيء جدا غلط، لازم نمشي شوي شوي بالتدريج لحتى ما نوصل لمرحله الثبات اللي عم تذكريها. وبدي اذكر شغله، في ناس بيخافوا موضوع صيام متقطع انا اخسر الكتله العضليه تبعي، انه انا صير وزن ينحف تمام او انا صير يستخدم العضل تبعي من البروتين كطاقه، هذا الشيء غلط، لانه احنا خلال مرحله الصيام حيفرز عنا هرمون النمو اللي اغلب الرياضيين بنسمع بياخذوا ابر هرمون نمو لحتى يحافظوا على الكتله العضليه تبعهم، نحن من خلال الصيام المتقطع بنفرز عنا هرمون نمو بنسبه 2000% زياده، وبالتالي حنحافظ على الكتله العضليه تبعنا، فقط حيكون عندنا تكسير للدهون ما رح نخسر الكتله العضليه. حلو كثير، يعني مع هالتفاصيل دعاء وهيدي المعلومات اللي زودتينا فيها بدنا نتمنى لك كل التوفيق، وشكرا لك على المعلومات اللي قدمتي لنا اياها. شكرا لكم، وان شاء الله يا رب هيك كل حدا حابب يتبع حميه غذائيه يقدر يوصل للنتيجه اللي بده اياها اكيد بالصحه والسلامه. اكيد، شكرا لك، شكرا لمعلوماتك القيمه، ونشوفك بحلقات قادمه. شكرا لك اكيد. سمر مشوارنا الصباحي لليوم خلص، اكيد نتمنى لمشاهدينا بقية نهار ان شاء الله يا رب هيك خير وراحة بال رغم الازمات ورغم الضغوطات الصعبة اللي نحن عم نعيشها، وما ضاقت الا فرجت. الى اللقاء. واكيد يا سالي نهارك سعيد. من هون بنكون وصلنا لختام مشوارنا الصباحي، انطرونا بكره على الساعة 9 من هون لوقتها، تبقوا بألف خير والى اللقاء. باي باي.